بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الأعزاء، يسعد مساكم بكل خير وسعادة وفرحة ومحبة وجوائز قيمة. أحييكم في يومنا الثاني من أيام طبعاً 06 عروض الشارقة للتسوق، هذا المركز الجميل اللي نحن متواجدين فيه وقاعد نطلع عليكم مشاهدينا في تمام الساعة الثامنة حتى التاسعة مساء لنقدم لكم الجوائز القيمة، قسائم المشتريات والهدايا النقدية وليالي فندقية، وفي نهاية الحلقة إن شاء الله راح نكون على موعد مع السحب الكبير على سيارة البي ام دبليو اللي تقدمها طبعاً وتقدم كل هذه الجوائز القيمة غرفة تجارة وصناعة الشارقة لكل المتسوقين في إمارة الشارقة وخلال عروض الشارقة للتسوق اللي أتت هذا العام طبعاً تحت شعار ابتسم في الشارقة. فمثل ما دائماً نقول الابتسامة هي عنوان الشارقة، والشارقة دائماً ما ترحب بكل المتسوقين وكذلك زوار الشارقة بابتسامة وسعادة بالغة. يا رب إن شاء الله تكونوا مستانسين معانا، ويجدد لقاءنا اليوم مع مجموعة من الهدايا، ومثل ما عودناكم مشاهدينا في كل حلقة ما شاء الله وهدايانا في ازدياد، مثل ما وعدونا طبعا غرفة تجارة وصناعة الشارقة كل ما كان تفاعلكم أكثر كانت الجوائز أكثر أكيد اللي نقدمها لكم مشاهدينا وأكيد متابعينا. يا رب مساكم يكون مساء جميل ونكون إن شاء الله مستعدين. نحب نذكركم مشاهدينا أيضا أنتم اللي قاعد تشاهدونا في المنازل، الفرصة متاحة لكم أنكم تشاركونا من خلال طبعا الرسائل النصية متبوعة طبعا بالاسم الثلاثي على الرقم 38 38، وراح نستعرض الحين الرقم على الشاشة مشاهدينا، هذا هو الرقم 38 38، ما عليكم إلا أنكم تكتبون لنا اسمكم الثلاثي وإن شاء الله نحن راح نعاود طبعا بالاتصال بكم. هدايانا مستمرة وجوائزنا القيمة مستمرة. طبعا مشاهدينا أحب أذكركم كل المتسوقين اللي مقبلين دائما على الشراء خلال فترة التنزيلات اللي تصل إلى 75% و70% في جميع مراكز التسوق المشاركة في عروض الشارقة للتسوق، فضلا وليس امرا تعبئه الاسم الثلاثي بشكل واضح وخط اكيد واضح وبتأني، وكذلك رقم الهاتف الاماره والجنسيه وكذلك البريد الالكتروني لسهوله التواصل معاكم في حال فزتوا معانا. ونحب نذكركم مشاهدينا ان كل القسائم اللي موجوده معانا في الحلقه هذه او حتى من بدايه الحلقات باول يوم العيد، ثاني يوم العيد، ثالث يوم العيد وعلى مدار الاسبوع، الكوبونات محتفظين فيها في هذا الصندوق، الصندوق الجميل هذا اللي يحمل كل مشاركاتكم واكيد اساميكم، وطبعا هذا بس بشراكم بقيمه 200 درهم، كل 200 درهم مقابل كوبون وقسيمه توضع طبعا في هذا الصندوق. مشاهدينا طبعا زميلتنا شاهد مهند راح تكون متواجده معانا كذلك تتنقل وتتجول في هذا المركز لتقدم طبعا الجوائز القيمه اللي تقدمها غرفه تجاره وصناعه الشارقه لكل زوار المراكز التجاريه. بإذن الله كذلك الأسبوع القادم راح نكون معاكم من مركز الواحة في إمارة الشارقة، وكذلك مجموعة كبيرة من المفاجآت للمشاهدين وكذلك للزوار، فأكيد نتمنى نشوفكم مشاهدينا الأسبوع القادم في طبعا مركز الواحة لتشاركونا فرحة طبعا الشارقة بعروض الشارقة للتسوق وهذا الموسم الاستثنائي والجوائز أكيد الاستثنائية المميزة دائما. إذا مشاهدينا على بركة الله نبتدي معاكم أولى جولة من جولاتنا وسحوباتنا وجوائزنا القيمة، راح نبتدي إن شاء الله بأول ثلاث جوائز قيمتها 15,000 عبارة عن قسائم مشتريات 5,000 لكل رابح أو رابحة متسوق أو متسوقة. نبتدي السحب؟ يلا على الصندوق. إذن هذا هو الصندوق وهذا هو المفتاح، صندوق الحظ ومفتاح الحظ، وبسم الله الرحمن الرحيم حرك شوية الصندوق ما شاء الله، يعني وزن وقسائم ومشترين وفائزين ورابحين في هذه الحملة الجميلة اللي قاعد نعيش أجواءها طبعا مشاهدينا هنا في مركز 06 اللي نوجه لهم كل الشكر والتقدير على الجهود الكبيرة اللي قاعد يبذلونها طبعا في إسعاد الناس وفي طبعا توفير كافة إجراءات الوقاية طبعا والحرص دائما على سلامة مرتادي الأسواق، وهذه طبعا كذلك يعني نقطة نوه فيها السادة المشاهدين بطبعا ارتداء الكمامة أثناء تجولكم في المراكز التجارية وأيضا التباعد الاجتماعي، هذه شغلة جدا 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 مهمة. نبتدي معاكم أول فائز أو فائزة بقسيمة مشتريات بقيمة 5,000 درهم مقدمة طبعا من غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
كذلك طبعا يسعدني ارحب بمشاهدينا ومتابعينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفحة الشارقة تلفزيون الشارقة، اكيد ارحب فيكم كذلك هم قاعد يتابعونا حاليا وندعوهم كذلك بالمشاركة. 5000 مبروك، نحن يعني بنهنيكم بعدد الجوائز. 5000 مبروك الى صاحب البطاقة رقم 0607451، والفائز هو عبد الله مامان طبعا من هذه البطاقة، عبد الله مامان من باكستان. ألف مبروك، ربحت معانا قسيمة بقيمة 5000 درهم مقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ألف مبروك، يا سلام. وهذه أول قسيمة وراحت، هذه أول قسيمة وراحت. ننتقل إلى السحب الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. للأسف شوفوا مشاهدينا يعني البطاقة فاضية، لا اسم ولا رقم هاتف ولا أي شيء، فبالتالي تعتبر ملغية. نذكركم طبعا بالتأني ونحن نسحب ونحن نسجل بياناته ونضع يعني القسم المخصص. ألف مبروك لصاحبة البطاقة رقم 0297087 ميثا عمران سيف من دولة الإمارات العربية المتحدة. 5000 درهم قسيمة مشتريات من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ألف مبروك يا ميثا، تستاهلين. 5000 مبروك يا ميثا، 5000. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، ونشوف من الفائزة والفائزة، المتسوقة والمتسوقة. ألف مبروك لصاحب بطاقة رقم 0427460 راشد يعقوب الزرعوني من دولة الإمارات العربية المتحدة. ألف مبروك، تستاهل يا راشد. 5000 درهم قسيمة طبعا مشتريات. جميل، إذن ألف مبروك مشاهدينا. طبعا نحن ما ننساكم ابدا، وانتم معانا مشاركين وفايزين ان شاء الله ومن الرابحين دائما. 3 جوائز كذلك مثل الجوائز اللي قدمناها للمتسوقين راح نقدمها كذلك للساده المشاهدين، وننتظر دائما يعني رسائلكم على 3838. اول مداخله هاتفيه واول اتصال، مروه من اماره الشارقه. مساء الخير يا مروه. مساء النور، كيف الحال يا مروه؟ الحمد لله. شو اخبارك يا مروه؟ الحمد لله بخير، يعطيك العافية. كيف مسيتي يا مروة؟ يعطيك يا رب، الحمد لله. الحمد لله. جاهزة ويانا مروة؟ جاهزة إن شاء الله. تبغي تفوزين بال5000 قسام مشتريات ولا لا؟ نقول إن شاء الله. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله. نستعرض السؤال على الهواء، والسؤال يقول يا مروة، ما اسم المحمية الطبيعية التي تقع بمنطقة الرمثة في إمارة الشارقة؟ شو اسم المحمية هذه؟ محمية الغيل، محمية أشجار القرم، محمية واسط؟ 15 ثانية ونشغل العدد. محمية واسط. محمية واسط؟ متأكدة؟ إن شاء الله. زرت المحمية هذه ولا؟ لا سامعة عنها. زرتيها؟ لا ما زرتها الصراحة. لازم تزورينها، سامعة عنها، لازم تزورينها. محمية راس واسط للأراضي الرطبة. والإجابة يا ميثا صحيحة. ألف مبروك يا ميثا. ميثا. ألو ميثا، ألف مبروك. مروة ألف مبروك يا مروة. الله يبارك فيك، يعطيك العافية. شكرا لك يا مروة، شكرا لك. إذن ألف مبروك طبعا، قسيمة مشتريات بقيمة 5000 درهم مقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. نبغي كل المتصلين يكونون برفقة أهلهم، نبغي نسمع تشجيع ونبغي نسمع تحية ونبغي نسمع تفاعل. ناخذ مكالمة أخرى. سارة من إمارة رأس الخيمة، مساء الخير يا سارة. مساء النور، كيف الحال يا سارة؟ خير الحمد لله. شخبارها رأس الخيمة؟ الحمد لله زين. كيف أمسيتوا؟ بخير؟ خير الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله. سارة تتابعينا دائما؟ تتابعينا من البداية ولا؟ إيه يعني مرات. لا بتزعلينا شي يا سارة. لا بنخصم من الجائزة، بنخليها 2500 ترى إذا فزتي. الله يسعدكم ان شاء الله دائما، تحياتنا لك واكيد لاهالينا في راس الخيمه. جاهزه يا ساره؟
اي نعم ده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم نستعرض السؤال على الهواء. لا تنسي عندك 15 ثانية من أقول الجواز من الإجابات. إنزين السؤال يقول مع مهرجان سنوي ينظمه المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة يهدف إلى دعم الحراك الثقافي في المجتمع، شو اسم هذا المهرجان؟ مهرجان ضواحي ولا مهرجان الشارقة للثقافة والناس ولا مهرجان الشارقة القرائي؟ مهرجان الشارقة للثقافة والناس. متأكدة؟ نعم. انزين انا 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 بحذف هذه الاجابه وبخليك ما بين مهرجان ضواحي ومهرجان الشارقه القرائي للطفل. انت متاكده كنتي؟ اي متاكده. متاكده زين ما دام متاكده نثبت لك. اوكي انت متاكده هي. خلاص ها هي. والاجابه سمعوها اجابه صحيحه. الإجابة صحيحة، ألف مبروك. تستاهلين 5000 درهم قسيمة مشتريات مقدمة طبعاً من غرفة تجارة وصناعات الشارقة. يعني نحن ما نبغى على طول نقول لكم جوابكم صح، شوية لازم نسولف معاكم ونسمع أكيد ضحكتكم ونزرع الابتسامة، هذا أهم شيء. ناخذ كذلك مداخلة هاتفية. عمار مرحبا يا عمار من الشارقة، مساء الخير يا عمار. في النور والسرور أخوي. كيف الحال أخوي؟ والله الحمد لله. عساك طيب يا عمار. الحمد لله الحمد لله. متابعنا دائما؟ يعني أوقات الفراغ إذا في وقت نتابعكم ليش؟ إن شاء الله دائما من المتابعين. يا إن شاء الله. عمار جاهز للسؤال يا عمار؟ والله جاهز تفضل. على بركة الله نستعرض السؤال، والسؤال يقول أين أقيم أول مطار في منطقة الخليج العربي؟ وين كان هذا المطار؟ البحرين، مملكة البحرين، الشارقة ولا دولة الكويت الشقيقة؟ مملكة البحرين شقيقة ولا إمارة الشارقة ولا دولة الكويت الشقيقة؟ ما يبالي وايد أخوي، الشارقة معروفة. ما يبالي وايد ها متأكد. تقول لي عمار من الشارقة كيف ما أعرف مطار الشارقة؟ والله الصراحة قلت يمكن يعني. لا لا. خلاص نثبت يعني. متأكد عمار متأكد عمار. تسوي سؤال بجورج قداحي الحين. لا ما 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 بسوي لك هذا، لا انا قلت خلاص نثبت. ثبت اخوي. والاجابه يا عمار صحيحه. الف الف مبروك يا عمار. الله يبارك. يعطيك العافيه يا عمار، تستاهل تستاهل. تحياتنا لك، واكيد اول مطار في دول الخليج العربي في اماره الشارقه طبعا. وهذه المعلومة معروفة يعني ما شاء الله، سباقة ورائدة دائما إمارة الشارقة. إذا مشاهدينا ألف مبروك طبعا لكل الفائزين. يعني خلصنا من الجزئية الأولى من الجوائز، جوائزنا مكملة معاكم مشاهدينا وأيضا المتسوقين في 06 فرصة الفوز بجوائز قيمة، ولكن مع الزميلة شهد مهند لك الكلمة ويسعد مساك. شكرا يا اسماعيل. مشاهدينا لقانا يتجدد معاكم في برنامج عروض الشارقه للتسوق، ونحن متواجدين في مركز 06 للتسوق وايضا بين الزوار والمتسوقين، ومعانا الاضرف اللي ان شاء الله يربحونها، سعيدين الحظ اللي بيكونون معانا. نبتدي في اول زائره معنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حالك؟ الحمد لله بخير وعافيه. سلمك يا رب. شو اجواء التسوق معاكم؟ تمام؟ جميل جميل المول، أول مرة أزوره ووايد حلو الصراحة، والتسوق فيه وايد ممتع. أهلا وسهلا. بنسألك أول سؤال وإن شاء الله تكوني فايزة معنا. هو أديب لقب بعميد الأدب العربي، من هو؟ نجيب محفوظ ولا طه حسين ولا عباس محمود العقاد؟ نجيب محفوظ. بعد فكري. نجيب محفوظ. طه حسين ولا عباس محمود العقاد؟ طه حسين. ألف مبروك، صحيح الإجابة صحيحة طه حسين، هذه جائزتك قسائم مشتريات من مركز 06 وهذه هدية بسيطة. شكرا لكم. شكرا يعطيك العافية. الله يعافيك. أيضا معنا السادة الزوار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ بخير وسهلا، شو أحوالكم أنت؟ الله يخليك يا رب. سؤالنا إن شاء الله بسيط وإن شاء الله تربحين معنا. طيب، مسرح عالمي تقام عليه كبرى الفعاليات الفنية والثقافية بالشارقة، المسرح الوطني، مسرح المجاز، أم مسرح الشارقة؟ مسرح الشارقة. مسرح المجاز ولا مسرح الشارقة؟ مسرح المجاز. إجابة صحيحة أكيد. شكرا جزيلا، هذه
جائزتكم، وهذه أيضا هدية بسيطة مقدمة كلها من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. شكرا لكم يا رب. شكرا لك. عافية. شكرا. تفضل أخوي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. كيف حالك؟ خير أبي عافيت. الله يسلمك يا رب. شو أجواء التسوق معاكم؟ والله الحمد لله نتسوق حسب يمكن نفوز في السيارة إن شاء الله. إن شاء الله. أكيد إسماعيل سمعتنا ولا لا؟ إن شاء الله نحط الكوبونات نحن إن شاء الله. يلا فالكم الفوز إن شاء الله. سؤالنا بسيط وإن شاء الله تفوزون ويانا. أين يتواجد بيت الفراشات في إمارة الشارقة؟ جزيرة النور. ما أعطيتك خيارات بعدني؟ ما شاء الله حافظين إمارة الشارقة. حافظينها درانا الحين. ما الشارقة شو رأيك فيها؟ والله تمام. ممتازة؟ ممتازة جدا. الحين بعد طورت زيادة، قبل أول ما فتحت كانت مو، الحين أكثر إن شاء الله تطور. أكيد أكيد في إقبال عليها كثير من الناس. الإجابة صحيحة، جزيرة النور، بيت الفراشات في جزيرة النور. هذه جائزتكم، ألف مبروك. قسام مشتريات. مشكورة ما قصرت. وهذه أيضا هدية بسيطة كلها مقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. يعطيكم العافية. حياك. شكرا جزيلا. إذن جولاتنا إن شاء الله بتكون مستمرة معاكم مشاهدينا الكرام في مركز زيرو سكس للتسوق. عودة لك يا إسماعيل. شكرا لك زميلتي شهد، والف مبروك لكل المتسوقين في مركز زيرو سكس. طبعا ما زالت جوائزنا مستمره، وراح ننتقل الان مشاهدينا الى جوائزنا القيمه وسحوباتنا، وراح نقوم الان بالسحب على ثلاث جوائز. طبعا هي عباره عن ثلاث جوائز، كل جائزه ليله ليلتين فندقيتين من احد الفنادق في اماره الشارقه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، واول فائز او فائزه او متسوق او متسوقه ألف مبروك لصاحب البطاقة رقم 0593535 هيدر، عفوا هيرداز، من طبعا اختصار الاسم الثاني، ما أعرف إذا الاسم مختصر الاسم الثاني بطاقة صالحة ولا الإخوان صالحة البطاقة. جميل، إذا بس أتأكد أنا من طبعا الهند، من الهند ألف مبروك. طبعا ربحت معنا ليلتين فندقيتين من أحد الفنادق في إمارة الشارقة. ألف ألف مبروك. جميل، ألف مبروك للمتسوق أو المتسوقة صاحب البطاقة أو صاحبة البطاقة رقم. ألف مبروك طبعا لصاحب البطاقة رقم 0172205 طبعا عبد الرحمن سلطان من دولة الإمارات العربية المتحدة. عبد الرحمن سلطان طبعا من دولة الإمارات، ربحت معانا ليلتين فندقيتين، تختار الفندق اللي تبغيهم طبعا سواء كان في مدينة الشارقة، المنطقة الوسطى أو الشرقية. كذلك فائز ثالث من ناخذ من هذه الجهة، ألف مبروك ألف مبروك لصاحبة البطاقة رقم 0150039 ريما من الفلبين. ريما من الفلبين، ألف 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 مبروك طبعا ليلتين فندقيتين من أحد الفنادق في إمارة الشارقة. متواصلين معكم مشاهدينا وجوائزنا القيمة مستمرة في هذه الحلقة الجميلة من زيرو سكس. ناخذ فاصل وبعدها إن شاء الله نكمل ونواصل مع جوائزنا القيمة وما ننسى سحب البي ام دبليو.
حياكم الله من جديد مشاهدينا الاعزاء متابعينا زوارنا الكرام. نعود لاكيد استكمال جوائزنا القيمه وهدايانا وقسائم المشتريات، وما ننسى في نهايه الحلقه ان شاء الله راح نقوم بالسحب على سياره البي ام دبليو المقدمه من غرفه تجاره وصناعه الشارقه. حياكم الله مشاهدينا، ويعني يا رب تكونوا مستمتعين ومستانسين مثل ما نحن مستانسين اكيد معاكم ومشاركاتكم. ونذكركم مشاهدينا انكم تقدرون تتواصلون معنا عن طريق طبعا ارسالكم لرساله نصيه على رقم 3838، تذكرون فيها اسمكم الثلاثي وان شاء الله نحن راح نعاود الاتصال بكم. يا رب ان شاء الله دائما تكونوا مستانسين معنا. نعود للسحوبات وراح نسحب الحين على جائزتين 2500 درهم نقدا، ويلا على بركه الله. اذا 2500 مبروك، 2500 مبروك، بسم الله. ها تشوفونها من تشوفها نقراها من هني. ها بسم الله الرحمن الرحيم. المبروك لصاحب البطاقة رقم 003-88-29 ATAKMA من الهند، ألف ألف مبروك. طبعاً 2500 درهم نقداً مقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ألف ألف مبروك. جميل، ناخذ كذلك رابح أو رابحة متسوقة ومتسوقة إن شاء الله، يعني عدد القسائم اللي موجودة عدد كبير ما شاء الله، الله يزيد ويبارك يا رب. ألف مبروك لصاحب البطاقة رقم 0221447، ألف ألف مبروك طبعا إلى المتسوق محمد عبد الله سالم من دولة الإمارات العربية المتحدة، ألف ألف مبروك، 2500 درهم نقداً نقداً، تستاهل تستاهل، وألف مبروك. طبعاً الجائزتين الجائزة هذه والجائزة السابقة 2500 درهم نقداً كانوا، فأكيد ألف مبروك يستاهلون. طبعاً في بطاقة طاحت، بسم الله أنا راح نرجعها في الصندوق. جميل، إذا مشاهدينا هدايانا وقسائمنا وجوائزنا القيمة مكملة معاكم. الاتصالات جاهزة؟ جميل، إذا مشاهدينا مثل ما ذكرنا مشاهدينا دائما يعني حتى متابعينا عبر قناة الشارقة واللي يتابعون برامج كافة البرامج طبعا الخاصة بعروض الشارقة للتسوق لهم الفرصة طبعا بالربح، والربح معانا دائما أكيد. في عندنا مداخلة هاتفية، وفاء من إمارة الشارقة، مساء الخير يا وفاء. مساء النور. كيف الحال أختي؟ الحمد لله طيبة. شو أخبارك؟ الحمد لله. خير؟ الحمد لله طيبة. الحمد لله يا رب، كيف أمسيتي يا وفاء؟ الحمد لله تمام. الحمد لله يا رب. جاهزة يا وفاء؟ إي نعم. تبغين تربحين ولا ما تبغين؟ إن شاء الله خير. إن شاء الله يا رب، الخير دائما. خير دائما إن شاء الله. جميل. نبتدي مع مسابقتنا وفاء ونستعرض السؤال. وسؤالك يا وفاء يقول: أي من التالي يعد من ضمن برامج ومشاريع مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي؟ تمام؟ والأجوبة موجودة: برنامج علم بالقلم، أم برنامج بادري لريادة الأعمال، أم برنامج صناعة القادة. أي من هؤلاء هو ضمن برامج ومشاريع طبعا مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي؟ شو تتوقعين؟ برنامج علم بالقلم. برنامج علم بالقلم؟ متأكدة؟ نثبت؟ إن شاء الله. إن شاء الله. برنامج علم بالقلم هو الجواب، سمعوها. جوابك صح، ألف مبروك. ألف مبروك يا وفاء. ليش زعلانة وفاء؟ مو زعلانة بالعكس مستانسة. إن شاء الله دائما يا رب، إن شاء الله دائما يا وفاء. ألف مبروك، ربحتي معانا طبعا إقامة فندقية لمدة ليلتين من أحد الفنادق في إمارة الشارقة،
تختارين طبعا الفندق اللي طبعا تبغينه. والفندق هذه قسيمه الفندق صالحه لمده 6 اشهر. الف مبروك يا وفاء. مداخله هاتفيه اخرى. والو السلام عليكم ومساء الخير. مرحبا يا عبد العزيز. مرحبتين. حياك الله عبد العزيز من اماره الشارقه. كيف الحال يا عبد العزيز؟ خير الحمد لله. شو اخبارك؟ عساك طيب؟ الحمد لله تمام. تابعنا دائما عبد العزيز ولا؟ نعم من اول يوم من العيد. ما شاء الله ما شاء الله. وحاولت تشارك من اول يوم العيد ولا؟ حاولت اشارك بس اليوم حصلت الخط. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا عبد العزيز. سعيدين بسماع صوتك وسعيدين بمشاركتك يا اخوي. الله يطول بعمرك. جاهز؟ نعم. استعرض السؤال لعبد العزيز. وسؤال عبد العزيز يقول: عبد العزيز نعم كيف معلوماتك عن مدينة إمارة الشارقة والمدن التابعة لها؟ زينة. زينة ها؟ جميل. السؤال يقول: على أي ميناء يطل برج العدواني؟ أي ميناء يطل هذا البرج؟ ميناء الحمرية، ميناء كلباء، أم ميناء خرفكان؟ ميناء خرفكان. ميناء خرفكان متأكد؟ نعم. زرت البرج هذا ولا؟ لا ما زرته، إن شاء الله بنزوره. إن شاء الله لازم تروح خرفكان. إن شاء الله. في الكثير من الأماكن السياحية صراحة. إنزين ثبت، نثبت؟ نعم. وجوابك صح. ألف مبروك، ألف مبروك. طبعاً إقامة فندقية لمدة ليلتين في أحد فنادق إمارة الشارقة، ألف مبروك ويعطيك العافية، شكراً على اتصالك. الله يحفظ. كذلك مداخلة هاتفية أخرى. وألو السلام عليكم. مرحبا يا عليا. ألو مرحبتين. حياك الله يا عليا من دبي دار الحي. الله يحفظك. نعم. كيف الحال؟ شو أخبارك يا عليا؟ بخير؟ الحمد لله بخير. تابعتنا دائما يا عليا؟ نعم. مشكورين على هالبرامج. الله يسلمك يا رب. أنت شكرا، نحن اللي نشكركم على متابعتكم الدائمة. ويا رب دائما يا رب دائما نقدر نسعدكم ونكون دائما عند حسن ظنكم. ان شاء الله. ان شاء الله. الله يسلمك. حد معاك؟ نبغي تشجيع. حد معاك ولا؟ تعال. اي نعم. يلا نبغي نسمع التشجيع. جميل. هذا هو المطلوب. الله يحفظهم يا رب. جميل. يلا نستعرض السؤال وياك. ان شاء الله. والسؤال يقول: مركز في قلب الصحراء بالشارقة يحتضن 5 عصور تاريخية طبعا متعاقبة، ما اسم هذا المركز؟ نعم؟ مركز قلب الصحراء بالشارقة يحتضن 5 عصور. حابة هي تقرأ السؤال. زين الاختيارات كالتالي: مركز مليحة للآثار، مركز التراث العربي، أم مركز الشارقة للاستكشاف؟ مكان جميل الصراحة ورائع. يمكن مركز الشارقة للاستكشاف. مركز الشارقة زين شو رايك احذف لك إجابة؟ انت مع إجابتين. بنشوف مليحة ان شاء الله. الحين تبغيني احذف إجابة نخليك إجابتين ولا بتجاوبين؟ احذف. هي احذف بنشوف شو تقولي. ولا ثبتنا خلاص مركز مليحة. هي ان شاء الله. جاهزة؟ ايه. لسماع نتيجة سواء كانت صحيحة ام خاطئة؟ ان شاء الله. جوابك صح، جوابك صح. الف مبروك. طبعا اقامه لمده ليلتين في احد فنادق اماره الشارقه، واللي متابعين ابدا ما نحب نزعلهم، ومعانا ابدا ما في حد خسران. الف مبروك وتستاهلين. تحياتنا لك والله يسعدك يا رب. اذا مشاهدينا اكيد متواصلين معكم وجوائزنا القيمه مستمره، نتريى اكيد رسائلكم النصيه على 3838 متبوعه باسمكم الثلاثي، ونحن راح نتصل فيكم ان شاء الله. عندنا مداخلة. الو. مرحبا يا رانيا. مرحبا بك. اهلا وسهلا، كيف الحال يا رانيا؟ اهلا بحضرتك. الحمد لله. اهلا وسهلا، شو اخبارك يا رانيا؟ الحمد لله. من الشارقة المشرقة. ايوه طبعا. شو اخبارك رانيا؟ كيف امسيتي؟ الحمد لله الحمد لله. الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب. مستمتعين وانتوا تتابعونا وتشاهدونا رانيا؟ طبعا. الحمد لله يا رب. الحمد لله. سوقت بنشوفه بتاعه المدفع في رمضان ما شاء الله. متابعينه دائما يعني باذن الله. طبعا طبعا. جميل جميل جميل. تسوقتي رانيا من مراكز الشارقه ولا ما تسوقتي؟ انا بروح صحارى اغلبيه. بروح صحارى بصراحه، ميجا مول بس عشان لعب الاطفال. جميل. طبعا عشان الوضع بتاع كورونا وكده، يعني
يعني تسوق في صحارى ويعتبر اكبر شويه من ميجا مول. نحن نرحب فيك في كل مراكز التسوق، ومراكز التسوق تستقبلكم دائما بابتسامه وبإجراءات وقائية، ولله الحمد مناطق الطعام معقمة ونظيفة، والألعاب كذلك، وكل المرافق معقمة ونظيفة وتستقبلكم. وكل مكان في معقمات دائما صراحة ما شاء الله. إمارة الشارقة كنا خايفين الأول، ما بنزلش ولادي بصراحة. لا بالعكس تطمنوا، الحمد لله دلوقتي بصراحة لا بننزل الحمد لله يا رب. دائما خلكم مطمنين، أنتم في إمارة الشارقة وأنتم في دولة الإمارات. بصراحة ربنا يا رب يبارك لدولة الإمارات. آمين يا رب. آمين آمين آمين. وكله بصراحة اللهم يعني آمين. حميتونا بصراحة. رانيا حميتونا. رانيا نحن قادتنا وشيخنا الله يحفظها الشيخ محمد بن زايد قال لا تشلون هم وما بنشل هم. نستعرض السؤال، والسؤال يقول ما اسم المهرجان الذي تنظمه مؤسسة فن ولتعزيز المهرجان التي تنظمه مؤسسة الذي تنظم اسمعي السؤال مني رانيا، اسم المهرجان الذي تنظمه مؤسسة فن لتعزيز ودعم الفن الإعلامي لصناعة الأفلام، شو اسم هذه المؤسسة اللي تنظم هذا المهرجان؟ شو اسم المهرجان؟ اسم المهرجان مهرجان الشارقة؟ الشارقة لي؟ مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال السينمائي الدولي للأطفال، هذا هو الجواب تقصدين؟ ولا مهرجان السينما العالمية ومهرجان السينما؟ مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب. أيوة. أنا بثبت عن المتصل. أيوة. ألف مبروك. ألف مبروك. ألف مبروك. 2500 درهم نقدا. ألف مبروك. شكرا كثير. يعطيك العافية. تستاهلين. شكرا لك وسعيدين أكيد بمساعدتكم دائما. شكرا لك. طبعا هذا المهرجان الجميل اللي تحول من مهرجان للأطفال إلى مهرجان للأطفال والشباب بتوجيهات سامية طبعا من سمو الشيخة جوار الله يحفظها ويطول بعمرها. هذا المهرجان الجميل اللي ما شاء الله يهتم بصناعة الأفلام السينمائية ويدعم كذلك المواهب من كل بقاع العالم. اتصل آخر ومشارك آخر، حميد من الشارقة. مساء الخير يا حميد. مساء النور والسرور اخي، كيف الحال يا اخوي؟ الله يسلمك خير الحمد لله. الله يسلمك ويعزك. الله يعطيك العافيه يا حميد. الله يعافيك طول عمرك. تابعنا دائما؟ دائما وابدا. جميل، ان شاء الله دائما من المتابعين. ان شاء الله يا اخي ان شاء الله. جاهز يا حميد؟ جاهزين باذن الله. باذن الواحد الاحد. حط السؤال، يلا نشوف السؤال. السؤال يقول احدى هذه المناطق تقع في مدينة كلباء، الخوير مغيدر ولا الرقة؟ الخوير المغيدر ولا الأخوير. الرقة والرقة نفس ما احنا نقولها. الخوير اي نعم. مو بضاحية المغيدر؟ لا الخوير ان شاء الله. ثبتوا له. واللي جابه صح، اللي جابه صح الف مبروك. 2500 درهم نقدا. تستاهل يا حميد. شكرا لك. الله يطول بعمرك. شكرا لك. شكرا على مشاهدتك. واكيد كل الفائزين الف مبروك لكم. ان شاء الله لجنه السحوبات في غرفه تجاره وصناعه الشارقه راح يتواصلون معاكم لاستلام الجائزه، والف الف مبروك. تستاهلون دائما مشاهدينا وزوارنا كذلك الكرام. ونحب نذكركم ان بامكانكم الدخول في السحب عن طريق انفاقكم طبعا لمبلغ 200 درهم فقط. تجمعون دائما الفواتير، وطبعا تتوجهون الى مركز الاستعلام في المراكز التجاريه اللي انتم قاعد تتسوقون منها، راح يعطوكم ان شاء الله قسيمه تعبى بوضوح بتأني في اكيد الصناديق المنتشره، وراح تشوفون ان شاء الله بطايقكم في هذا الصندوق الكبير. متواصلين معكم مشاهدينا، ننتقل الان الى جوائزنا وهدايانا القيمه مع الزميله شهد مهند اللي راح تقدمها طبعا للمتسوقين في مركز 06. ولك الكلمه. شكرا اسماعيل، عوده لكم مجددا مشاهدينا عبر قناه الشارقه وبرنامج عروض الشارقه للتسوق، مستمرين في جوائزنا ايضا المقدمه من غرفه تجاره وصناعه الشارقه مع زوارنا الكرام. السلام عليكم اختي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. يسلمك يا رب، منورينا في المركز. الله يخليك. شو رايك بالعروض اللي موجوده؟ لا ما شاء الله كويسه. طيب بنسال سؤال على السريع وان شاء الله تكونين فايزه ويانا. ماذا يباع في سوق الطواويش؟ سوق الطواويش ماذا يباع فيه؟ المقتنيات الأثرية أم اللؤلؤ أم الأقمشة؟ اللؤلؤ.
ما اسمع. اللؤلؤ. اكيد اكيد. إجابة صحيحة، اللؤلؤ يباع في سوق الطواويش. ألف مبروك، هذه خسائر مشتريات وهذه أيضا هدية بسيطة. شكرا لكم. ما زلنا طبعا مستمرين أيضا معنا العائلة الكريمة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بخير، كل عام. السلام عليكم. الحمد لله. شو أخبارك؟ الحمد لله. الله يسلمك يا رب. بنسألكم سؤال على السريع وإن شاء الله تكونوا فايزين معنا. طيب، ما عدد المرات التي حصل فيها منتخب الإمارات على كأس الخليج العربي؟ مرتين ولا ثلاث مرات ولا مرة واحدة؟ شو معلوماتك الرياضية؟ مش قوي. مرتين. متأكدة؟ مرتين ولا مرتين؟ مرتين. مرتين. ألف مبروك، هذه جائزتكم أيضا وهذه هدية مقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. كل الهدايا طبعا من الغرفة. شكرا لكم. كل عام وانتم بخير. انتم بألف خير يا رب. شكرا جزيلا. ايضا معنا الاخوه الكرام. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله. شو رايكم بالعروض اللي موجوده؟ والله العروض جيده جدا، كلها تمام اكيد ان شاء الله. طيب سؤالنا سريع ان شاء الله وخفيف وان شاء الله تكونوا فايزين. ما هو البيت الذي ليس به ابواب ولا منافذ؟ بيت الشعر. بيت الشعر. صحيح. صحيح، اجابه صحيحه، بيت الشعر. الف مبروك، هذه جوائزنا مقدمة من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. شكرا لكم. شكرا لك. يعطيكم ألف عافية. هذه كانت جولتنا لليوم في مركز 06 للتسوق بين الزوار والمتسوقين. ألف مبروك لكل اللي فازوا معنا بجوائزنا القيمة، لكن نبغى ننوه أن نحن الأسبوع الجاي إن شاء الله الجمعة والخميس والجمعة إن شاء الله بنكون موجودين في مركز الواحة للتسوق. حياكم الله، نحن بانتظاركم وجوائزنا أيضا بانتظاركم. عودة لك يا إسماعيل. شكرا لك زميلتي شهد، يعطيك الصحة والعافية وألف مبروك لكل الفائزين دائما في طبعا عروض الشارقة للتسوق وهذه الجوائز القيمة اللي تقدمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة. إذا مشاهدينا دائما جوائزنا كبيرة وسواء كانت نقدية وقسائم مشتريات، وما ننسى إن شاء الله بعد شوي راح نقوم بالسحب على طبعا سيارة جديدة من سياراتنا المميزة وهي سيارات البي ام دبليو. ولكن مشاهدينا راح نستقبل طبعا الفائز والفائزة بسيارة البي ام دبليو لليلة امس، وكذلك يسعدني ارحب بالاستاذ جمال ابو زنجال مساعد منسق عام مهرجان طبعا عروض الشارقة للتسوق. يسعد مساك ابو سعيد، حياك الله معنا. مساء الخير اخوي اسماعيل، يا هلا وسهلا. حياك الله. حياك الله. الله يحييك ويجزيك. طبعا كذلك نرحب بالفائزين بالسيارة. الف مبروك، كونجراتيوليشن. جزاك الله. Thank you very much. خبرنا عن بيخبرنا طبعا عن الجائزة سيارة البي ام دبليو، وهو طبعا هو زوجته صحيح؟ نعم. كيف متى شريتوا القسيمة؟ قبل يومين عيد. قبل يوم العيد؟ عيد نعم، قبل يومين عيد، يوم الأربعاء. يوم الأربعاء؟ ما شاء الله. من السهارة مول. ما شاء الله شريتوا. توقعتوا الفوز؟ والله بس هيك انا واقفين اقول له شفت اللوحه هني مكتوب في جائزه. نعم. انا اقول لابني روح سجل وجيب ورقه. هي. اقول لك لازم، اقول لازم روح ان شاء الله في النصيب يمكن قمك. وبعد هو روح جيبه ان شاء الله، ماما اقول ان شاء الله ثلاث سيارات بك انت. الحمد لله يا رب. الحمد لله. الحمد لله يا رب. الف الف مبروك، نحن سعيدين بفوزكم. اكيد اكيد نحن سعيدين جدا، ودائما نسعد يعني رسم البسمه على الجمهور المتسوقين من خلال يعني فوزهم بالجوائز اللي رصدناها. الحمد لله. جزاك الله خير. في الشهر جاب كله مارت ان شاء الله. وان شاء الله. ان شاء الله. شكرا، الف الف مبروك. طبعا نسلمهم استاذ إن شاء الله. جمال سحب طبعا الفائزه كذلك هناك. الف مبروك. الفائزه. كونجراتيليشن. كونجراتيليشن. اول ذا بيست ان شاء الله. وي اولويز ثانك يو. ثانك يو. بليز. الف مبروك، نحييهم نحييهم، يستاهلون. نحييهم. ألف ألف مبروك. Congratulations ماما. Thank you very much. ألف مبروك. شكرا جزيلا لكم. Please. Thank you. ألف 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 مبروك. أبو سعيد طبعا ما شاء الله، يعني أول شيء كلمنا عن الفرحة هذه وعن هذه العروض، كيف اليوم أسعدت الناس؟ والله مثل ما يعني تشوف من خلال برنامجكم لقائنا مع الفائزين في كل حلقة. نعم. الابتسام اللي نشوفها على وجوههم هاي دائما تكون مصدر سعادة للجميع، يعني
صحيح. القائمين على العروض واكيد عليكم انتم نفس الشيء، والحمد لله رب العالمين. ونحن ان شاء الله خلال الفتره القادمه يعني نذكر ان ما زالت الحظوظ مستمرة متوفرة للفائزين ان شاء الله من خلال الايام الى ان تنتهي العروض ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. نتكلم عن الصندوق قليلا، اذا في ارقام حابين تعلنون عنها. نعم. سواء كان عدد البطاقات طبعا اخترون الاخوان في لجنه الاشتراكات ان نعم. يعني من خلال من خلال شو اسمه من خلال عمليات التسوق واللي تمت خلال العروض منذ انطلاقتها في 21 من يوليو الماضي، بأن يعني عدد من طبعا رصدوا عدد المبيعات. نعم. والمشاركة في الحصول على القسائم تقريبا لله الحمد والروم. نحن نقول يعني العروض تلاقت استحسان الجمهور ونجاح اللي نحن تمنيناه في تنشيط الحركة التجارية ودعم القطاع الخاص قطاع تجارة التجزئة. أقدر أقول لكم ممكن المبيعات حسب الأرقام الأولية أكثر عن 300 مليون درهم. نعم جميل. نعم. 300 مليون درهم ما شاء الله قيمة أكثر عن 300 مليون درهم إن شاء الله. والأعداد ياس تزيد. الهدف هو كله من الدعم القطاع التجارة التجزئة والمراكز التسوق والأسواق المركزية في إمارة الشارقة، مو بس لمدينة الشارقة، في كل مدن الإمارة من دبا خرفة كانت شلبة الذيد والشارقة وضواحيها إن شاء الله. الحمد لله. جميل جميل. الحمد لله يا رب. الحمد لله. طبعا اليوم عندنا السيارة. نعم. سيارة الخامسة اليوم. يعني ما نعرف الحظ وين بيصير. صحيح. إن شاء الله. فنأمل إن يعني يعني إن شاء الله تكون الفائز يعني اللي يتريى الإعلان عن نتيجه يكون هو. الله يوفق الجميع يا رب. إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا مسيح. الحمد لله. شوي نحرك الـ أكيد أكيد أكيد. طبعا أسبوع الجاي إن شاء الله بيكون برنامج عروض التسوق وياكم في مركز الواحة. الواحة. نعم. الشارقة بالشارجة يوم الخميس والجمعة إن شاء الله. أكيد. نفس التوقيت. هناك بتكون إن شاء الله بعد الجمهور المتسوقين خلال فترة العروض يعني على يعني فرصة للفوز. نعم. نحب نذكرهم كذلك أن البطاقات هذه راح تستمر معانا، يعني فرص. نعم. الفوز دائما والبطاقات. نكتفي بعد شوية أساس نحرك أساس نعطي فرصة. صحيح. يعني يكون أكثر يعني. جميل. خاصة أن إحنا هذه القسائم المشتريات هذه يقوم الفريق بتجميع من جميع المناطق الإمارة وضع في هذا الصندوق. بسم الله الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. بتسحب وسعيد؟ يلا توكل على الله. أتمنى يعني أنا أتعاطف العنصر نسافة. أتمنى الفائز يكون هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عشان يكون عشان تكون فيه مصداقية أكثر. أكيد بلا شك. يعني هذا بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل. إن شاء الله. زين في يعني للأسف أتوقع أبو سعيد البطاقة ما فيها جنس، يعني المعلومات غير كافيه حسب النظام. نحن نتبع في لجنه الاشتراكات لازم يكون الاسم ثلاثي وهنا الاسم بس ثنائي، وايضا لا يوجد رقم الهاتف وايضا الجنسيه، فتحجب هاي تحجب الجائزه لصاحب هذه البطاقه. نتاسف يعني بهذا. صحيح. حسب النظام متبع في الاشتراكات فبنسحب ان شاء الله مره ثانيه. يعني على ابو سعيد على الاقل الاسم الاول والثنائي يعني اول اسم. نسحب مره ثانيه ما عليك امر. نحرك الصندوق احسن بس شوي بس الحركه حركه سريعه سهل. نعم. عشان تكون هو اقل شيء بسعيد يكون الاسم لازم يكون الاسم ثلاثي او على الاقل على الاقل يكون اسم واضح. نعم ثنائي. نعم. على الاقل. نعم. ثنائي. ثنائي ورقم الهاتف والجنسيه وتكون البيانات كامله في قسيمه السحوبات. الصندوق شوية ما شاء الله بسبب عدد البطاقات. جميل. تفضل. بدام سنة هاك الصوب هالمرة بس هالصوب. شو رأيك؟
اللي تشوفه اللي تشوفه. بسم الله. يلا بسم الله ابو سعيد. يلا نسحب ابو سعيد يعني عشان وقت البرنامج. تفضل. زين ابو سعيد كمل معروفك وقرا الاسم. ان شاء الله. الفائز بسحب اليوم على السياره الجائزه الكبرى لهذا اليوم قسيم الرقم 008173 هو الاسم لان هو هندي من الهند يعني هو او هي لان الاسم اسمه جيفار كوريكوزا كوريكوزا جيفار كوريكوزا جيفار كوريكوزا وهذا اللي تفضل. الف مبروك لجيفار فروم انديا ذا وينرز فروم انديا. الف مبروك جيفار كوريكوزا ذا كوبون نمبر 008673 كونجراتوليشن يو وين بي ام دبليو 2020. الف مبروك جيفار كوريكوزا فروم انديا الهند. الف الف مبروك كونجراتوليشن ربحت معنا سياره بي ام دبليو خامس سياره بي ام دبليو مقدمه من غرفه تجاره وصناعه الشارقه وهذه السياره قاعد نشوفها حاليا على الهواء. الف 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 مبروك الف مبروك طبعا لسعيد الحظ المتسوق طبعا بهذه الجائزه واللي ان شاء الله يعني نحاول ان نستقبله في مركز الواحه باذن الله تعالى باذن الله الاسبوع القادم طبعا ان شاء الله راح يكون بيومي الخميس والجمعه في تمام الساعه 8 مساء. ابو سعيد كلمه قبل ان نختم الحلقه نوجهها لي الساده المشاهدين عن هذه الحمله الجميله عروض الشارقه للتسوق. والله الحمد لله رب العالمين الى الان نحن من خلال رصدنا لرضا المراكز التسوق عن العروض والتسهيلات اللي قدمتها غرفه تجاره وصناعه الشارقه باطلاق هذه الحمله الاستثنائيه عروض الشارقه للتسوق. نرى كثير من الرضا والتفاعل معنا والحمد لله نحن في منتصف الطريق الآن لكن الحمد لله النجاح نلتمسه على أرض الواقع ومن خلال زيادة عدد مرتادي المراكز مع المحافظة على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي دائما الدولة توجهنا. نعم نعم الحمد لله رب العالمين وأيضا من خلال الاهتمام الإعلامي لهذه العروض سواء الإعلام التقليدي والوسائل التواصل الاجتماعي تفاعل الناس معنا من الجمهور مع التواصل الاجتماعي ومعرفة أين ستقام السحوبات وأين سيقام البرنامج في هذا وأيضا الفائزين فالحمد لله رب العالمين. أكرر شكري لتلفزيون الشارقة على تعاونه معنا في تسليط الضوء على عروض شارقة التسوق. شكرا لك أبو سعيد. شكرا لك أستاذ جمال بزنجال مساعد طبعا منسق عام عروض الشارقة للتسوق من غرفة تجارة وصناعة الشارقة. شكرا لك يا أبو سعيد. عفوا يعطيك العافية جزاك الله خير. شكرا لك. تفضل. شكرا. إذا مشاهدينا ألف مبروك لكل الرابحين معنا في هذه الحلقة الجميلة ملقانا بإذن تعالى الأسبوع القادم من مركز طبعا الواحة للتسوق في إمارة الشارقة في تمام الساعة 8 حتى الساعة 9 مساء. إجازة سعيدة إن شاء الله للجميع. شكرا أكيد لكم. شكرا لمتابعتكم وندعوكم إن شاء الله دائما لمتابعتنا والتسوق بمبلغ 200 درهم كحد أدنى للحصول على قسيمة مشتريات تضع طبعا في هذا الصندوق. إلى اللقاء ومع السلامة.